يا استاذ وائل، ليه خدتوا القضيه في اتجاه يا استاذ وائل انا مستغرب جدا، انتوا اللي سيستوا القضيه مش احنا يا استاذ وائل. احنا مين بس انتوا على الارهاب ومش ارهاب، واستاذه ايمان بتتهمني من الارهاب. يا استاذه ايمان انا اعلامي مش ارهابي. انا قلت ارهابي عليك؟ يا استاذه ايمان انا اعلامي مش ارهابي. ارميا المسيحي يا استاذه ايمان يلي بتقولي ان احنا سيستنا الموضوع، ارميا المسيحي قام ودافع عن ايه. لو سمحت يا استاذه ايمان انا مش بكذب، وده حصل واعترفت للدكتور محمد شومان عميد الكليه، وجه امبارح في المحاضره وقال لنا بعد الوقفه وقال لنا ان انت اعترفت بكل حاجه حصلت. يبقى الدكتور محمد شومان بيكذب، يبقى الدكتور عادل صالح بيكذب، يبقى الدكتور رامي عطا بيكذب. ان انا ايه؟ ان انا عملت فوتج وشتمتها وطردتها؟ لا يا استاذه ايمان، اعترفت الدكتور شومان بايه؟ سيدي الفاضل كله. اتعود بقى، انت قلت اسئله تسمع الطرف كله. محمود خلينا نسمع. اسمعني بقى، اسمعني، نجيب الدكتور شومان دلوقتي على التليفون. انا سمعت، اتعود تسمع. من ارمي المسيح وقال لي ده اللي حصل بالظبط. محمود ما تخلينا محمود نسمع، يعني خلينا نسمع الاستاذه ايمان. انتوا قطعتوا عني صوتي مش عارف ارد. لا انا ارهابي وانا وراس. انا قلت ارهابي يعني واخوان ومش اخوان، ايش دخل الموضوع بكده؟ وحد قال عليك، حد قال عليك ان انت ارهابي؟ بس مدام ايمان استخدمت بقول ارهاب فكري، يا اخوان بقول لكم انا مش اخوان والرصد، والموضوع ابعد ما يكون عن اي حاجه. بترجى مره اخرى اذا كان الدكتور شومان او حد فيهم قال انه اعترف، وانا طبعا قد يكون ده قاله لهم علشان هم يستخدموا سلاح من الضغط على اداره الجامعه اصلا ان هي اطردوا ايمان رسلان. انا ما بشتغلش هناك بسبب، قلت لحضرتك انا يا سيدي الفاضل انا بشتغل يا استاذ وائل، انا هذا عمل تطوعي. خليني يا استاذ محمود، انا خلينا اتعامل مع الواقعه. انا مالي بالموضوع ده، انا ده مش اعلام، ده مش انا مالي، ده احنا خرجنا بره الاعلام كده، احنا خرجنا في المعاطفه. طيب انا بس خليني انا كمان هكون ضد انه في جماعات سياسيه تتصيد الواقعه وتحاول ان تستغلها سياسيا. يا استاذ وائل تصيد الواقع، اللي حصل امبارح في اعلام اللي حصل كالاتي، ان شباب اعلام عملوا وقته منهم كان شباب الاخوان، ده اللي حصل. كان منهم ناس كتير جدا كره الاخوان، وده اللي حصل، وكلنا وقفنا وقلنا ايمان رسلان بره، ده اللي حصل بكل وضوح. عيب حتى، وكانت كتير قوي من الشباب عشان. طيب انت مش شايف ان محمود، ما استاذ محمود مش شايف ان فيها خليني انت مش شايف ان فيها، انتوا اتكلمتوا، ما تخليني، ما انا بسالك، مش شايف ان فيها الاخوانيه والاخوان يتصيدوا والاخوان بتنجان والاخوان؟ طب طالما كده الموضوع ديني قوي وسياسي، ليه حزب النور ما اتكلمش عليه؟ ليه حزب النور ما اتكلمش عليه طالما هو احنا ما قلناش الموضوع ديني ولا؟ خليني اسمعني بس، انا اولا مش موافق على انك تقول استاذه ايمان بر، يعني ليس هكذا يمكن ان تخاطب استاذه. انا بقول لك ايه اللي حصل يا استاذ وائل، انا بقول يعني ليس لائقا ولا مهذبا ان تخاطب استاذه حتى لو اخذت موقفا يختلف مع قناعاتكم بهذا الشكل. يعني انا ضد هذا الاسلوب. انا بحكي ايه اللي حصل، انا مش بقول انت لم تكن حاضرا للواقعه او في ده لوبي الطلاب بقى، ده اللي احنا بنقول عليه ان ده هذا هو، ان عندنا اصبح لوبي جديد يستخدمه. عارف حضرتك في السبعينات والثمانينات كانوا بيستخدموا الجنازير والعارف ويضربوا المعارضه، دلوقتي هما بيستخدموا نوع تاني خالص من الضرب والعنف، اللي هو ايه؟ اني ادخل عليك، اهجم عليك، اقول اي كلام، ابعت في الانترنت. هم عايشين وانت ضد الاسلام وانت ضد هم عايشين بص في العالم، هذا العالم الافتراضي بتاعهم اللي هو فاهمين ان انا السوشيال ميديا. انا ما عرفتش الا امبارح بالمناسبه، يعني هذه الوقائع ليه ان انا مش شاغله نفسي قوي بايه مين هو. لا هذا الواقع، انا بقول لحضرتك انا عملت استطلاع راي حوالين الحرس الجامعي اللي انت هتناقشه في الفقره الثانيه، وده الحقيقه اللي كان يهمني كتير قوي بدل ما اضيع وقتي مع، للاسف الشديد احنا مش بنشتغل اعلام، لا احنا بنناقش القضيه في حدودها وقلت حاجه نطاقها الزمني، يعني وقلت حاجه واحده يعني لن اعطيها قلت الحاجه واحده للاولاد لما جم قعدوا يقولوا لي يا دكتوره ومعلش ودي حتى غلبانه وطيبه قلت لهم يا اولاد انا لا بناقش لا غلبانه ولا طيبه. برضو عايز اقول لهم ايه هو المفهوم، انا ما بناقش ده خالص، انا بناقش حاجه محدده، اولا التزام، وانا اظن ما بسمحش حد يخش بعد خمس دقائق، لان قلت لهم مثلا مهمه، لا الهواء بيستنى ولا المطبعه بتستنى ولا الموقع بيستنى، عشان اعلمهم من الالتزام. فبالتالي قلت لهم طب حلو نشتغل بشكل علمي تماما، والمحاضره كامله طيب. كان على
استطلاع. أنا بس مش عايز لا دي النقطة دي مهمة إني عملت لا عشان هم مش صحيح استطلاع للرأي حوالين هي تحضر أو لأ وحصل إجماع. هتودي ورقة تثبت أو تقول إني سألتهم وجمعت الورق وعديتهم وناقشتهم ويقولوا هو الفوت يا جماعة أصلاً يا جماعة ده الخير يعني الفوت إيه؟ بالشكل ده يا أستاذ وائل لو في فوت حصل بالشكل ده على إن واحدة تحضر أو ما تحضرش عشان زيها صح. أنا ما عملتش كده حاجة فعلا. صحيح فعلا ما يتقالش عليها غير ازدراء بالظبط. ده حاجة يعني أصلا إن فوت زي ده يحصل من مبدأه من أساسه طبعا دي كارثة. أشكرك على هذه الملاحظة. ميلي يؤكد لي ان الاستاذة ايمان عملت تصويتا على انه الطالبة يا استاذ وائل تحضر ولا لا. اولا آية بقالها 3 سنين عندنا في الجامعة. انا مش اول مرة يعني استاذة ايمان ما اكتشفتش مثلا ان عندنا منتقد. يا سيدي انا مش عندك في الجامعة اصلا. انا واحدة جاية من الخارج بتدي كورس بلا مقابل. انا بقول لحضرتك باخد 60 جنيه مقابل البنزين او ترجع للدكتور كمان نتهان على 60 جنيه يا استاذ وائل. بتهيألي ده لو حد عزمك على الغدا قلت له جاي خلينا نسمعه بس عشان نشوف يا سيدي اتفضل. طيب اتفضل. انا ما بشتغلش معاكم. انا جايه لك عمل تطوعي في كورس مده تدريب صحفي في مهنتي. خلينا نسمعه بس. خلينا نسمعه يا استاذه يا استاذه ايمان. فما تقوليش انا اعرف منين اللي عندهم منقبات يا استاذه ايمان. انا ايه انا حضرتك بتقولي زي ما كنتيش بتشوفي ايه ما اعرفهاش. اما انت حضرتك بتقولي مش متواجده على طول هناك يبقى هو محمود بيقول ان هي متواجده بقى لها 3 سنين لا الموضوع الواقع لا انت بتقولي دقه مهمه حضرتك. هل هذه الطالبه عندي من اول السنه عندي من اول الترم ان انا من الترم الثاني بس انا ما شفتهاش خالص قبل كده وهي طالبه بقى 3 سنين الترم بادي 8 مارس. هذه الطالبه هل شوف هي بخط ايديهم هل الطالبه دي حضرت طيب مره خليني واحده بس. من اول طيب دكتوره شاهين اليس من حقها انها تتعرف على شخصيه الطالبه وانها تقول لها انه الصوره اللي موجوده ليكي دي تتناقض مع شكلك اللي انا شايفاه؟ طيب يا وائل انت مش انت هتقول لها كده انت مش انت. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا هعيد تاني الجمله دي وانا قلتها في بدايه كلامي ان من حق مدام ايمان من حق اكس